أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت البديء قبل كل شيء، وأنت الحي القيوم، ولا إله إلا أنت الذي لا يذلك شيء، وأنت كل يوم في شأن. لا إله إلا أنت خالق ما يرى وما لا يرى، العالم بكل شيء بغير تعليم. أسألك بآلائك ونعمائك بأنك الله الرب الواحد، لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. وأسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الوتر الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأسألك بأنك الله لا إله إلا أنت، اللطيف الخبير القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب الحفيظ. وأسألك بأنك الله الأول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، والباطن دون كل شيء، الضار النافع، الحكيم العليم. وأسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الحي القيوم، الباعث الوارث، الخنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، وذو الطول وذو العزة وذو السلطان. لا إله إلا أنت أحطت بكل شيء علما، وأحصيت كل شيء عددا. صل على محمد وآل محمد، عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحاضر سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وحجتك على حظك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على أئمة المسلمين، اللهم صل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، أئمتي وسادتي وقالتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة.